السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير. اليوم مع وصفة جديدة لكيكة تجي رائعة، مقاديرها مضبوطة. تبعوا معايا الفيديو بلا ما نزيد نطول عليكم، فرجة ممتعة. لهذه الوصفة نحتاج 220 غرام تاع الفارينة، 60 غرام كاكاو، نص ملعقة صغيرة بيكربونات، ونص ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ورشة تاع الملح. نبداو بهذه المكونات في الاول، نغربلوهم ونعاود نزيد لكم بقيه المكونات. نخلي لكم كذلك المقادير تحت في صندوق الوصف. ضفت الملح، بيكربونات نصف ملعقه صغيره، والخميره كيميائيه او بيكنج باودر نصف ملعقه صغيره. نغربلوهم هكذا، نخلطهم هيدا بالفوي، نخلطهم ونخليهم على جنب. عندنا كذلك 113 غرام تاع الزبده، نذوبها ونخليها تبرد. 113 غرام تاع الزبده، حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزبده. كذلك 250 مللتر من الماء، 90 غرام شوكولا، انا عملت شوكولا 65% كاكاو، 220 غرام سكر بني، وملعقة كبيرة تاع قهوة سريعة الذوبان اختيارية. السكر بالكأس كأسين، إلا ربع ساعة الكأس هذا 200 مليلتر بالضبط. كاسرونة نعمل فيها الماء، نضيف السكر على الماء ونضيف القهوة، نحطهم على النار لما نشوف القهوة والسكر ذابوا نحيهم من النار، من بعد نضيفوا الشوكولا. مرة على مرة نحركهم هيدا لما نشوف السكر ذا، نحيم على النار. هاد الشوكولا نقطعها الى قطع صغيرة، بعد ما حركتها مليح وبردت راني نصفي فيها. نضيف الان 3 بيضات، لازم الخليط يكون دافي باش تيدو البيض. نخلط البيض مليح مع المكونات الاخرين حتى يتجانس الخليط. عندي كذلك نصف كاس تاع الياوغت، ياوغت ناتور. اللي ما عندوش ياوغت ممكن يعوضو بالحليب، نصف كاس تاع الحليب. نضيف كذلك لافاني، نخلط كل شيء. حتى الان نضيف الخليط تاع الكاكاو والفارينة تدريجيا. هذه المقادير مضبوطه. لما تجهزوا كامل المكونات، نضيف الزبده اللي راها بارده، دايبه وبارده. ما تعملوش الزبده سخونه في اي كيك او كاطو، ما تعملوش الزبده تكون سخونه، ذوبوها وخليوها تبرد. ندخل الان الزبده جيدا مع كامل المكونات. عندي هذا الاطار، المقاس تاعو 20 على 20. اطار هذا المقاس تاعو 20 على 20. نعمل فيه الان الكيك. كما راكم تشوفوا غلفته بالبابيي كويسون من الداخل وورق الومنيوم من برا باش هيدا الخليط ما يخرجليش. الفرن عملته يسخن على 180 درجة. عندي هنا ماء مغلي، نضيفو هيدا حوالي كأس تاع الماء وندخلو للفرن، وندخلو للفرن بتقريب 45 دقيقة. خرجتها الآن من الفرن، نخليوها تبرد مليح. بالنسبة للسيرو نعمل كأسين تاع الماء مع كأس تاع السكر مع قطعة ليمون، نحركهم بات بات تزيدوا بالسكر ونحطهم على النار لما يبدأ يغلي، ونحسب 5 دقائق ونطفي النار. عملت 80 غرام تاع الشوكولا هنا، نضيف معها علبة تاع كريم ديسير. ممكن تستبدلو كريم ديسير ب 80 غرام تاع الكريمة سائلة، خلطوا هيدا. أنا حبيت نعمل لكم حاجة لي متوفرة في كامل البيوت، وتجي بنينة كذلك وتجي نفس النتيجة. هذا الجبن الطبيعي ممكن تستبدلوه ب 90 غرام تاع ماسكاربون، اللي متوفر عنده ماسكاربون يعني ماسكاربون. تخلط كل شيء هيدا حتى يتجانسو المكونات. كما قلت لكم انا حبيت نعمل حاجة اللي متوفرة في كامل البيوت. عندي هنا 250 مليلتر تاع الحليب، كنت حاطتها في المجمد، نفس الكميه تاع الشونتيي. ممكن تستبدلوا هذا الكريمه تاع الشونتيي ب 250 مليلتر تاع كريمه سائله للخفق. الان نخفق كل شيء.
الكريمة من بعد ما تمسكت شوفوا نضيف عليها، نضيف الشوكولا اللي خلطتها مع الجبن وعلبة تاع كريم ديسير، ونخلطها على درجة تكون قليل باش هيدا ما نهبطش الشونتيهي. نتأكدوا من الجوانب ندخلوهم مع الكريمة، ندخلوها الثلاجة تبرد بينما نحضروا الكيكة ونقسموها. هذه هي الكيكة بعد ما بردت، راهي باردة مليح. الآن نقسمها في النصف، لما نقسموها في النصف نطراطيو الجوانب ندورو على كامل الجوانب هيدا باش تجينا مستوى واحد. جبت الكادر اللي بديت به في الأول، نسقيها هيدا جبت الكريمة تهيري باردة. الآن نبدأ نعمل هيدا، نعملو هيدا في إن بوشادوي باش تجينا مستوى واحد. نحاول نسرحها هيدا، ممكن تستغنوا على هاد الأداة وتعملوا غير بالملعقة. بعود الطبقة الثانية ونحطها، نعاود نسقيها. تهيري باردة، الآن نبدأ نعمل هيدا، نعملو هيدا في إن بوشادوي باش تجينا مستوى واحد. من بعد ما كملتها الآن ندخلها للمجمد من ساعة حتى لساعتين باش هيدا تتماسك. عندي 100 ملل تاع الماء، نضيف معاها فلون. من الأفضل تكون عندكم فلون ذوق شوكولا، أنا ما عنديش ذوق شوكولا، ضفت معاه فلون ذوق فاني. ونضيف ملعقة تاع كاكاو، ملعقة كبيرة تاع كاكاو، نخلط كل شيء ونحطهم على النار. هاد المرحلة نعملوها حتى كي يبرد الكاتو. نخلط كل شيء مليح ونحطهم على النار حتى يغلي. من بعد ما غلاو الان نصفيهم، نخلطو هيدا شويه تهبط قليلا درجه الحراره، ما نخليهش يجمد، ونفرغو على الكيكه تاعنا اللي راها جامده. خليتها حوالي ساعه ونص في المجمد، الان نفرغ على الكيكه. نعمل الملعقه هيدا، مباشرة نسيل من الشيء قبل ما يجمد. في الأخير زينتها بقطع من الشوكولا وحبيبات من الحلوى. هالكيكة رائعة، جربوها أكيد تعجبكم، تعجب وليداتكم. واللي دخل أول مرة يعمل اشتراك، فعل جرس ليصله كل جديد. ما تنسوش باش تعملوا لايك إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.